التركيز مهم جدا، التركيز مهم جدا. مش معنى ان انت لعبت مباراه بشكل جيد معنى كده ان انت خلاص وصلت للي انت عايزه، وهو ده دايما الفارق ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني. وهفضل اقول الكلمه دي، الكلمه دي انا عارف بتزعل ناس كتير وبياخدوها في كل حته عشان يتكلموا عليها ويقولوا ده بيقول كذا وده بيعمل كذا، ولكن في النهايه ومعلش انا هطلع بس بره المباراه شويه، انا ما بردش على حد يا جماعه عشان تبقوا حضراتكم عارفين، انا ما بردش على حد غير في الوقت اللي انا عايز ارد فيه. اي حد بيتكلم او بيقول اي حاجه خلي اللي يقول يقول، لكن انا برد فيما يخص النادي الاهلي، لكن حاجه تخصني انا ما بردش عليها ولا بتكلم عليها، لان الحاجات دي طبعا كلها كلام فارغ، يعني ما ينفعش ان انا اتكلم فيه، وما ينفعش ان انا اضيع وقت الجمهور في الكلام اللي بيتقال، لكن اللي انا بقوله دايما ان اي حاجه تخص النادي الاهلي محدش هيسكت عليها، هنفضل نتكلم وهنفضل نرد على كل الناس، وهنقول لكل الناس قد ايه النادي الاهلي هو الصح من وجهه نظرنا ومن وجهه نظر كل جمهور الاهلي، ومش هنسكت على حاجه خلال الفترات القادمه. زي ما حضراتكم شايفين احنا كل يوم عندنا كم من الكلام اللي بنرد بيه وكم من الاشاعات اللي موجوده على صفحات التواصل الاجتماعي، ومعروف طبعا مصادرها من مين، وكم من المعلومات المغلوطه. عشان كده قناه النادي الاهلي دايما بتبقى حريصه على المعلومه الصادقه، المعلومه الصحيحه 100% مش 99%. يعني 99% انا ما اقدرش اقولها من بوقي، ما اقدرش اطلع اقولها، لكن في برامج اخرى ممكن تطلع تقول لو المعلومه 50% بتطلع تقولها مفيش مشكله، لكن هنا في قناه الاهلي المعلومه اللي بتبقى طالعه هي معلومه من المفترض انها بتكون معلومه صحيحه 100%. فعشان كده احنا عندنا حاجات معينه كده واجراءات معينه لا نستطيع ان نتخطاها في مثل هذه الامور، بتبقى عندنا معلومات ولكن ما نقدرش نقولها غير لما بتطلع على الموقع الرسمي او بيتم اعلانها بشكل رسمي. هو ده الشغل الصح، عشان كده الناس بتاخد من قناة الأهلي الكلمة مصدقة، الكلمة مصدقة. يعني على اعتبار ان لو حد بعت لي مثلا تشكيل المباراة النهارده، لو حد بعته لي انا ممكن ابقى عارف تشكيل المباراة لكن ما اقدرش اقوله، ما اقدرش اقوله لحضراتكم الا لما يبقى 100% مظبوط. لا قدر الله ممكن يحصل اي حاجة في اثناء التسخين، ما حدش عارف، فممكن تتغير يقول لك ايه قناة الأهلي بتقول حاجة غلط. خدوا بالكم كويس قوي من الكلام اللي انا بقوله ده، لانه زي ما قلت لكم حرب كبيره جدا من الاشاعات وحرب كبيره جدا من المعلومات المغلوطه بتتقال على كثير من المواقع وكثير من القنوات المؤجره والقنوات اللي هنا والقنوات اللي هنا، بتلاقي ناس كثيره جدا بتطلع تتكلم اي كلام اي كلام لمجرد ان انت بس ايه تلم الناس عليك وتشوف الناس. وطبعا لما تجيب سيره الاهلي، لما تجيب سيره الاهلي بتلاقي الناس كلها بتقعد تتفرج عليك، فاحنا عارفين الكلام ده كويس. عشان كده لما بنيجي نطلع كلمة أو بنيجي نطلع معلومة بنقولها بيبقى في هناك بتعدي على كذا مرحلة لغاية لما بتوصل لحضراتكم معلومة صحيحة 100%.